طوى نادي الهلال صفحة بطولة كأس السوبر السعودي بعد خسارته بثلاثية من أمام غريمه التقليدي النصر، لتضاف تلك المباراة إلى سلسلة نتائج سلبية انعكست على أداء الأزرق. فقبيل الديربي والنهائي المنتظر، بات الهلال يمر بتذبذب واضح في مستواه، ظهر ذلك عبر نتائجه دوريا. فخلال العشر جولات الأخيرة الماضية خسر الأزرق مواجهتين وحضر التعادل في خمس، وأحرز نقاط ثلاث مباريات. وفي قمة نهائي السوبر حصد الهلال تراكمات الجولات الماضية، ليضاف إليها كثرة الإصابات وإهمال الجانب البدني الذي بات جلياً في هبوط مستوى الفريق. ولقد أسهمت التشكيلة التي دخل بها رزقان لوشيسكو من تدهور نتائج الفريق، وذلك بسبب استخدامه ذات الأسلوب التكتيكي الفني وعدم اجتهاده في إيجاد الحلول الفنية والعناصرية، والإبقاء على عدد من اللاعبين بداخل المستطيل الأخضر على حساب عدد من النجوم، حال دون إشراكهم في دقائق المباريات الأولى رغبة المدرب في إبقائهم ضمن قوائم الدكة. وعلى صعيد الحلول بداخل الملعب، افتقد الهلال حضور جوميز ونجوم خط المقدمة، مما انعكس على صعوبة التعامل مع الكرات والتسبب في إهدار عدد من الفرص أمام مرمى الخصم. إصابة وخروج قائد الفريق ونجم خط الوسط سلمان الفرج دعا إلى إرباك صفوف الفريق، ليتم رزفان لوشيسكو سوء تعامله مع المباراة الأخيرة عبر ارتكابه لخطأ تكتيكي متكرر إثر تقدم النصر بهدفه الأول، ليخرج مدافع ويشرك مهاجم. انتصف الهلال بموسمه، ولا زال لمجرياته بقية، ولم تكن عثرات الجولات الماضية إلا محطات ومضت، فهل بات بإمكان الأزرق أن ينفض الغبار عن خيبات أمله ويعاود الصعود لمنصاته؟